بيجدني منها ولا حد. لو الدنيا كلها وقفت على قدمينها واتكلمتي معاي كده هفتح راسك تاني وتالت لحد ما تبقى زي شبكة الصياد. خلاص يا صرحة تحدثت لعكتي وعملت كل اللي انت عاوزها وانا واقف. هي كلمة واحدة يا همام يرضيك عيلة زي دي تقل أدبها علي؟ لا أقول لك يا صالح، أنا من يوم ما دخلت عندي عمري ما اديت يد عليكي. لا زين، عشان انت قيمتك من قيمتي مرتي، اللي يقل لي قيمة مرتي التاني أعمل فيه إيه؟ تعمل فيه إيه يا همام؟ حق ربنا يا صالح، هجيب اللي بطحتيها بيه وخليها تبطحك دلوك. ايه؟ هو كده. خد يا ولد ابطحي. انا ما عملش كده. يبقى انا اللي هكسر راسك الناس. خليكي مطرحك، انا ما دخلتش قاعتك دي غير لما قلبي يروق من تلاتي. اديني بطحتها لك وروح لها وشوف هعمل فيها ايه تاني. ما تخلينيش اكسر راسك دي. أنا أقول لك، أنت غير صالحة خالص، أنت حلوة وصغيرة، هتعرفي عيني قبل ما تبصي هتقول إيه؟ أحس معاكي إني ما عاوزش حاجة من الدنيا، شبعان ومستكفي. الله، أحلى كلام سمعته منك الليلة دي. الحمد لله. طيب وصالحة؟ صالحة دي زي ما تقولي كده أمر الله قضى ربنا، لولا الشرع والدين أنا ما أخش عندها واصل. ما فيش حاجة جديدة معاها، كل كلام اتقال وتعاد ومسخ. معاك أنت يا ولد الكلام معاي خلص. طب كل يا حبيبي كل. لا اكل يا روح حمام. هو جعاكي قوي قوي؟ وريني كده احسن. سلامتك الف سلامه. ان شاء الله العدوين انا هوجعك، هوجعلك راسها بغيابي ده اكتر من وجع راسك. اهلا 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 شيخ يونس الهواري كبير هوار البحر. مرحبا بيك يا بيه. عديت علينا بعد ما رجعت من عزا الصعيد، وما عديتش علينا وانت رايح. ما جابنيش غير الشديد القوي يا بيه. ومن اقوى من يونس الهواري يا شيخ يونس؟ غول طماع قاعد قبله ويريد يفرد قليعه على الكل. مين يا شيخ يونس؟ همام ولد يوسف الهواري يريدها ملكة قبلة وبحري، وانا جيت نشوفكم خلاص سبتونا الصعيد لحد ما اطمع فينا ولا ايش الحكاية بالضبط؟ واحدة واحدة بالراحة علي يا شيخ يونس، كلامك ده مملوك زي ممكن ما يفهموش. علي بيك يحب التفاصيل يا شيخ يونس. عمل فيك ايه شيخ عرب همام؟ شيخ عرب بس؟ هذا يريد يبقى شيخ العرب والعجم والمماليك كمان. شيخ بلا تقول. ما فيش عرب مشايخ علينا. كمل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ربنا يستر طريقك. امين يا رب. صباح الخير.
عاملة إيه يا ورد اليمن؟ راسك رايقة؟ أنا ماشي يا ورد اليمن، عاوز حاجة؟ تعيش. عاوزين سلامتك يا همام، عاوزين سلامتك. يلا يا ورد اليمن عشان نفطروا سوا. أنا مش عاوز مشاكل يا ورد اليمن، فاهمة؟ حاجة راسها رايقة وزي العفريت. هتردي عليا يا بنت؟ مش هكلمك. أنا داخلة أنام. معلش يا وردة، خليكي أنت الكبيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلاص هتعملي فيها زعلانة جوك، ما كانتش راسي اللي اتفتحت دي. ما تزعليش، الدور الجاي هاخد بالي. اترزعي. ايه؟ هقولك اترزعي، لان الدور يا ورد اليمن عشان الراجل يرجع. فاهمة ولا ما فاهماش؟ فاهمة يا مدرويش. بصراحة انا زعلان وراسي وجعان، بس عاوز اتحدث معك. معلش، راسك وجعكي قوي؟ قوي. الله يسامحك. احسن، تستاهلي قطن رقبتك. يا بنتي ربنا يهديك، انا مش حمل ابوكي. ما لكمش في رقبتي غير روحي، وهي وسطيكم وهاكل وهشرب. يا ليلى يا حبيبتي، ما فيش بنت تقول للجواز لا طول ما هي سليمه، وانا ما عاوزاش اتجوز. اخر مره اقولها لك، انا مش كده ابوكي، ولو طار عليكي ما هقدرش احميكي من ناره. خلاص صدريني ليه وانا هقول له لا. وماله ولد عمك الشيخ عويان؟ ما عاوزاش اتجوز، انا حره. انا اتحججت لابوكي لحد دلوقتي بحجج الدنيا والاخره، اللي قصير واللي تخين، وابوكي نبه عليا الدور ده ما فيهاش له يا ليلى، وانا قلت لا، وانا كده بريئه من ذنبك. وانت وابوكي اصطفيوا مع بعض. صالحه دي لعلمك طيبه قوي. هما لو مش طيبه كانت جابت اجلي. طب والله العظيم طيبه، مش مصدقاني؟ طيبه وقلبها حنين كمان. مصدقاني يا بنت ولا لا؟ الصراحه لا. طب هتشوفي، دي تقوم تقوم وتنزل على ما فيش، قلبها ابيض وطبعها حامي. انت هتحبها، انا عارفاه. مش حكايه كده. بصي، صرخي انتي واعملي زي ما اكون هريكي ضرب، وهتشوفي قلب صالحه الابيض ده هيعمل ايه. صرخي بدل ما اضربك صح. ما عرفش. يبقى جبتيه لنفسك، هضربك صح عشان تعرفي تصرخي. يلا صرخي صرخي، حد هيموت. قلتك مش عاوزك. مش عاوزني تقوم تضربني. العجيني ياما. انت ما ينفعكيش غير المركوب. انا خايفه صح. صرخي صرخي. هموت. مش عاوز وجع راس. لولا دي انا ما كنتش دخلت عندك. بنات الناس تعمل فيها كده، سيبها يا ماما، حرام عليها. بعد يا صرخه، بعد اللي اجيب عليكي. تعالي هنا، انا ما حدش هيعتقك مني. والله ما تمد يدك عليها تاني، واي ضربه فيها تيجي فيا انا. خلي صرخه تنفعك. مش عاوز اسمع حسك، انت السبب. قلت لك ما عاوزهاش. صلي على النبي، صلى على النبي. روقي. عملتي له ايه يا حزينه؟ عمري ما شفته كده. بس حصلت الضرب والقهر.